خليني اروح لك يا حنفي في 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 الشناوي مثلا. الشناوي خد افضل حارس في دور المجموعات، هل سيكون له دور في دور ال 16؟ الشناوي كابتن من الحراس اللي احنا لازم نقف عليهم كتير. الشناوي بيؤكد مقوله ان في المراسم الدوليه والمراسم الكبيره بتؤكد قيمه الكبار قيمتهم الفنيه والقياديه. الشناوي في مونديال روسيا 2018 اثبت ان هو استثنائي. الشناوي في كان الكاميرون 2021 بيثبت ان هو استثنائي في ظل وجود حراس بقيمه ماندي بونو اونانا، حراس كتير قوي، اسماء كبيره في اوروبا مش في افريقيا بس، وبيظبط قيمته الفنيه. الشناوي بيقدم مع المنتخب 3 مباريات بمستوى حاسم، مع المنتخب بمستوى ثابت، اكتر حارس متصدي لانفرادات في دور المجموعات بـ3، وحارس الجوله. الشناوي بكل تاكيد مؤثر مع منتخب مصر، وقيمته في المباريات الكبيره مع منتخب مصر بتثبت فعليا ان هو حارس استثنائي. نعم، حارس قيادي، حارس بيقدر يضيف لمنتخب مصر على مستوى الفنيات وعلى مستوى الشخصيه. بس اظن ان احنا محتاجين نساعد الشناوي، يعني احنا انا كنت سبحان الله حضرتك سالتني قبل كده مين اللي فضل لك الحلقه اللي فاتت، يعني مين اللي فضل لك في المنتخب؟ قلت الشناوي، بس انا قلت مش عايز اقول الشناوي، ان هو ما ينفعش انت رايح مع منتخبات يعني دور المستوى يكون افضل لاعب عندك هو الشناوي، وفعلا ده تم اختياره، يعني الاتحاد الافريقي نفسه اختاره هو حارس كل دور المجموعات يعني. فطبعا ده اوكي، طبعا ده شرف لينا، وان هو مبسوطين طبعا بالشناوي، هو حارس فعلا كبير، حارس بيمشي في خطى الحارس الاسطوري. لكن احنا مش عايزين بكره يكون في اختبارات كتير قوي ليه، هو احنا كده كده عارفين هو جامد، هو ان شاء الله هيشيلنا، بس احنا المفروض بقى الالتزام الدفاعي. طبعا هنتكلم النهارده بالتفصيل اكتر عن موضوع التشكيل المتوقع واللي احنا تمناه، ده في اختلاف كبير جدا بين الاثنين دول.